دنيا بعيد عن شكلك وعن القسوة اللي عملتي بيها الطفل. لو فعلا عندك بيبي ممكن تسيبيه مع حد كده؟ لا. بعد اللي بسمعه وبعد اللي بشوفه مستحيل. يعني انا يعني حسيت ان انا عايزه اعمل ده بعد كل قصص صحابي يعني وصحباتي اللي بيحكوا لي ايه اللي بيحصل. يعني مش هسيبه طبعا ينزل من البيت خالص، بس لو جبت ناني في البيت اكيد هحط كاميرات في البيت مثلا اتليست، يعني اقل واجب. انا عارفه ان انتي ما خفتيش تنزلي الشارع خالص. وكان قلبك جامد، كنت مستمتعه بالتجربه، بس ما خفتيش الناس تضربك؟ خفت، كنت خايفه بس كنت مطمنه ان انتوا جنبي. أيوه. يعني احنا لسه ما بنلحقش، يعني ساعات ما بنلحقش. لا انا في واحد رعبني. في واحد كده طول بعرض حيطه وقف وكان هيلطشني بالقلم يعني. بس انا كنت مستمتعه جدا بالتجربه، حاجه جديده جدا. حسيت ان انتي بتمثلي ما بين الناس. طبعا. وشفت الناس بجد، وشفت جدعنتهم وحبهم وحنيتهم. يعني احنا بنبان بجد في المواقف. بجد بنبان في المواقف. يمكن ناس كتير بتفتكر ان الشارع صعب وان الشارع قاسي، بس فعلا يعني لما بنلاقي موقف بجد ان الناس لازم تتدخل فيه، احنا ما بنبقاش متوقعين ان دي رد فعل الناس. طبعا طبعا ده حقيقي، ده حقيقي. انا بشكرك وكنت مستمتعه جدا معاكي النهارده. وانا كمان والله، وحقيقي مبسوطه ان انت فتحت لنا قلبك وقلت لنا شويه حاجات. انت مش مصدقه ان انا فتحت قلبي، حساكي شاكه فيا كده. والله اني فتحته جدا وما عنديش حاجه اصلا اقولها يعني. كل سنه وانتي بخير وسعاده يا رب حبيبتي، وتحققي كل احلامك السنه الجايه يا رب. هسيبك تقولي كلمه لجمهورك، واحنا لسه في جزء تاني للحلقه هنشوفه بعد رمضان بس.